خطاب تبون في قسنطينة مازال الناس تكلم عليه وبدلنا مضحك امام العالم. راهي القنوات التلفزيه الدوليه خاصه العربيه منها راهي تسرك وتزيد يضحكوا ويزيدوا. من ضمن المقالات يتبون حكايه يفتحون الحدود، اسمعوا واش قال. عندنا ما نديرو عندنا ما نديرو رغم يفتحوا لنا الحدود ويسمحوا للحافلات نتاعنا الشاحنات باش تدخل باش نبني في ظرف 20 يوم 3 مستشفيات. هنا ستوب 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 ستوب. في 20 يوم يفتح يبني 3 مستشفيات، اسمع مليح الراجل راهو متأكد من روحه، اسمع مليح. عندنا ما نديرو رغم يفتحوا لنا الحدود ويسمحوا للحافلات نتاعنا الشاحنات باش تدخل باش نبني في ظرف 20 يوم 3 مستشفيات. يعني لازم يدخل حافلات والجيش تاعنا واجد ويدخل بالحافلات والكوامل باش نبنيو 3 مستشفيات في 20 يوم. يا تبون نروح شوف حالة المستشفيات الجزائرية. إذا قادرين تبني 3 مستشفيات في 20 يوم برحمة الوالدين حتى ما يستاهلهمش، روح ابني لنا مستشفى واحد في كل ولاية كل شهر، ماشي 3 في 20 يوم، واحد في كل شهر في كل ولايات، كل ولاية دير فيها واحد كل شهر، مش دير 3 في 20 يوم. كل ولاية 3 ولايات عايدين 3 يا باشا، تحشمش تكلم مع هذا الكلام. هاوليك هذا نفس الشيء اللي كان يقول فيه في الأمم المتحدة. المياه فإن بلادي انطلقت ببرنامج تحلية مياه البحر وسنصل مع نهاية سنة 2024 إلى إنتاج 1,300,000,000 متر مكعب يوميا. 1,300,000,000 متر مكعب يوميا نحليوها نشف البحر. يعني هذا الانسان هذاك الحابس اللي يقول لي يحيى عمي تبون الحابس، اسمع اسمع تقول لي واحد حابس عنده نورمال، يسمع نورمال عنده نورمال سبا. احنا نحير في بلاد كيما هذه ما كاين لا نقاش. تصور لو كاين نقاش كيما في الامريكان، شوف واش يقول بايدن على تراب وتراب واش يقول على بايدن. تصور واحد واش يهضر على اللي تي خصم على تبون يمرمدو ما يخليلوش تبون ما يترشحش ما يترشحش لانه شوف كارثه. ولكن الناس تتبع فيه الله لا يتربح جميع من يصوت عليه جميع من رشحه جميع من دعمه جميع من وقفه الله لا يتربحه. دم الشهداء يخرج فيه ان شاء الله، دم الشهداء يخرج فيه ان شاء الله. الشهداء ماتوا باش يكون عندنا واحد يهضر كيما هذا يقول نبني 3 مستشفيات في 20 يوم، ها يحلي 1,300,000,000 متر مكعب يوميا. تمسخر انت. نو سي با بوسيبل سا، شنو ممكن تزيد لك على راسها واحد كيما هذا؟ الجزائر اللي في نفس الوقت في الحملة هذه
يخليني وتبوني يهضر كيما يحب ولا واحد يتكلم عليه ولا ما عندش الحق تكلم. قول لي حاول شويه تبارك كريم طاكو حاول شويه يتكلم. اسمعوا واش داروا بعد الشيء.